أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وتقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين. شهر الله ربيع، هو ربيع ليقظتها، نضجها، قوتها، حضورها وفعاليتها وازدهارها وأنسها. قيمتك قيمتي بحضور جانب الروح في تفكيري، في كلمتي، في موقفي. في كلمتك، تفكيرك، موقفك، وإلا ففي غياب الروح فإني حيوان. فليس فوق حضور الروح لشيء آخر، فليس لحضور الروح أهمية لشيء آخر بقدر ما لحضور الروح. وشهر رمضان مبارك، موسم أعده الله لأن تحضر روح الإنسان في فكره، كلمته، قراره. أحتاج إلى اختصار. لابد وأن شهر رمضان شهر التزكية بمعنى النمو، نمو الذات الإنسانية، التزكية الصالحة. لابد وأن شهر رمضان شهر التزكية الصالحة من استعداد له، من استعداد له، استعداد لهذه التزكية، للتزكي بشهر رمضان، بمحتويات شهر رمضان، والتزكي بالتقوى التي يستهدفها شهر رمضان. والاستعداد يتكون من عناصر: أن أتعرف على أهمية الشهر، وكفى صورة مشعة عن أهمية الشهر ما تعطيه الأحاديث، أو ما تعطيه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تلاها له الكريم من خطبة استقبال شهر رمضان، من خطبة تتعلق بشهر رمضان للرسول صلى الله عليه وآله نفسه. فأنت لا تجد شهرا بهذه الأهمية الكبرى، وهي ليست أهمية نابعة من تجارة دنيوية، من ربح دنيوي، بقدر ما هي أهمية راجعة إلى تجارة تثري إنسانية الإنسان، تثري وجوده بكامل مساحة هذا الوجود على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة. في حياتنا على الأرض، في قبورنا،
برزخنا بعثنا نشورنا منتهانا ومآلنا. تريد ذاتا كبيرة عملاقة حية نابضة نابهة سعيدة. خذ من شهر رمضان ما يجعلك بهذا المستوى. نحتاج للتعرف على أهمية شهر رمضان، ونحتاج على التعرف على المحتويات التربوية للشهر. عرفنا الصوم، ماذا مع الصوم؟ مع الصوم تلاوة، مع الصوم دعاء، مع الصوم مراقبة للذات في كل حركة وسكوت، فيما أقول، فيما أنطق، فيما أصادق، فيما أعادي، في كل أمر من أمور الحياة. في شهر رمضان مجالس الذكر ومجالس الصالحين وعمل الخيرات وانفتاح على حاجات الفقراء والأيتام والمساكين وعلى حاجات المجتمع والسعي لإصلاح المجتمع وخدمة الأمة، كل ذلك في شهر رمضان. ومن محتوياته وبرامجه تفهم الهدف النهائي لشهر رمضان. الآيات تصرح بأنه ماذا؟ لعلكم تتقوا. يعني التقوى مطلوب، التقوى ولا جزم بحصول التقوى لمجرد صوم المألوف، بل إن صوم البدن كما هو معروف لا يوصل إلى التقوى. ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ أن أخشى الله في تعظيم. خشيتي من الله ليست خشيتي من الأسد المفترس، خشيتي من الله ليست خشيتي من طاغوت ظالم في الأرض. خشيتي من الله عز وجل ليست خشية من شرير لا يمسك لسانه ولا يده عن العداوة عن العدوان. خشيتي من الله لعظمته لنعمته لجلاله لجماله لكماله. خشيتي من الله لعدله، خشيتي من ظالمين تسقط بي، تدخل في نفسي الرعب، كف عن الخير. إذا استجبت لهذه الخشية كففت عن الخير وأقبلت على الشر. خوفي من كافر يجعلني أكفر، يعني هو طريق إلى ماذا؟ إلى الكفر إن لم أواجهه بشيء آخر، وبرصيد إيماني وبتوكل على الله، توكل على الله. فالتقوى ليست خوفا من قوة باطشة بهيمية. أنت تخشى أن تأتيك كلمة قاسية من أكبر رمز، من واحد من أكابر رموز الأمة
من فقهاء العظام مثلا. لماذا؟ ليست فيها حبس، ليست فيها قتل، ليست فيها حبس ولا قتل، لكن فيها ماذا؟ حكم علي أنا المخاطب بتلك القاسية، الكلمة القاسية، بأني ساقط، بأني مخطئ، ويعز علي إن كنت شريفا أن يحكم علي شرفاء الحق بسقوط الشرف، أليس كذلك؟ تأتيك كلمة من أبي سفيان، كلمة تغيظك من أبي سفيان، من شأنه أن تغيظ، قد لا تهتز لها أبدا. تأتيك كلمة من علي بن أبي طالب عليه السلام، أقل وأقل وأقل قسوة من كلمة أبي سفيان، كيف تكون هنا؟ وتعرف أن علي بن أبي طالب ليس ظالما، كلمة مؤدبة فقط، يعني ملاحظة علي بسلبية معينة. كم أقيم لهذه الكلمة من وزن، وكم أخشى أن تصدر من علي عليه السلام بالنسبة لي. يمكن لأحدنا أن يفزع أن يجد في نومه علي عليه السلام مؤنبا له ويؤنبك الظالم الحي. لا تنقص في نفسك لتأنيبه، لا تشعر بالنقص في نفسك لأنه أنبك. فخشية الله خشية من ماذا؟ خشية من الطرد من الرحمة الحقيقية، الحكم من الحكم على النفس بالحقارة. ولا تملك نفس بعد حكم الله عليها بالحقارة إذا يقظت إلا أن تحتقر نفسها، إلا أن تحتقر نفسها. كلمة علي بن أبي طالب السلام محقرة لي، تحقرني، أشعر بالحقارة، تجعلني أشعر بالحقارة، فكيف بتحقير الله عز وجل للعبد؟ تقوى، ارتداء، نهي عن المعصية، إقبال على الطاعة، كل ذلك خشية من ماذا؟ من غضب من له الجمال كله ومن له الكمال كله، القوة قدرة كلها، العلم كله، من بيده الرحمة ولا رحمة بيد غيره. مطلوب التركيز على هدف التقوى طوال الشهر في كل ممارسة وفي كل نشاط أأتي به في هذا الشهر. وأنا أستهدف من ماذا؟ أن أكسب التقوى، أن أكتسب التقوى، أن أصل إلى مرحلتي، إلى مرتبة التقوى، أن تتشبع نفسي بالتقوى، فيما أكل، فيما أشرب، فيما كل معاملاتي في اليوم وطوال الشهر أستحضر فيها هدف شهر رمضان، وهو بناء التقوى للنفس. فيكون مطلوبي في كل فعل وما أستحضره هدفا من كل فعل ومن كل ترك، وأن ماذا؟ وأن أربي التقوى داخل نفسي حتى لا تكون لي تقوى على خلاف تقوى الله تبارك وتعالى.
نحتاج في الاستعداد لبناء تقوى للاستفادة من موعد الضيافة الإلهية في شهر رمضان المبارك إلى تصفية القلب من أقداره وأدرانه، إلى تصفية القلب من أقباره حتى يقبل امتصاص المادة المفيدة. الأرض السبخة تسقى وتسمد ولا تنبت، ولا تنبت. نحتاج إلى تربة نظيفة حتى نحصل على ماذا؟ حتى ينبت النبات الذي نريده، وحتى يثمر الثمر المذاذة المشتهى. قلوب نريد لها أن ماذا؟ أن تزدهر مستفيدة من موعد شهر رمضان. لابد أن ماذا؟ أن نؤهلها لذلك بتنقيتها من السبخ، من الملوحات، من القذارات، من الأوساخ والأدرى. من أكثر ما يزيل عنها هذا هو أن نصدق التوبة إلى الله عز وجل، ونحن نستشرف هذا الشهر الكريم. والإنسان على نفسه بصير. شهر رمضان وفرت فيه عوامل إيجابية، تتوفر فيه عوامل إيجابية تهيئ لماذا؟ لكسب التقوى، للطاعة، لإقبال الطاعة، مفارقة المعصية، انفتاح النفس على احترام أوامر الله ونواهيه، والاستفادة من مواعيد الشهر الكريم. ما هي هذه الأجواء؟ أولها وأهمها ما طفحت به الأحاديث من كون هذا الشهر شهر الرحمة، وشهر تغل فيه الشياطين إلى آخر. أحاديث موجودة ولا أحاديث مليئة بماذا؟ ببيان أوصاف خاصة وأجواء خاصة مهيئة للنفوس، وفاتحة لأبواب النفوس على طاعة الله عز وجل ومجانبة معصيته. هذا عامل إيجابي كبير لا يتوفر مثله، وإن كانت الحمد لله تضللنا دائما، لكن فيما يبدو من الحديث أنه ماذا؟ أن هذا جو خاص لا يتوفر مثله في سائر الشهور. فهي أجواء مهيئة إلهيا من صناعة الله عز وجل ومن لطف الله. فماذا تظن فيها؟ الكمال أو النقص؟ على شكل الكمال. فيه تيتجه الطاعة ورفع العوائق والأغلال، مسؤولية الإنسان المؤمن، مسؤولية الأفراد المؤمنين، المؤسسات الإيمانية أن تعد برامج مما يدفع بالإنسان المؤمن المسلم إلى الطاعة، وينأى به عن المعصية. برامج تفتح آفاق الإيمان أمام القلوب، توقظ النفوس على ما فيه خيرها وهداه، وما فيه خير وذا لا شك هو طاعة الله عز وجل
والإكثار من طاعته والإخلاص في طاعته. وتأخذ بالنفوس بعيدا 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 عن الموبقات، عن الجرائم، عن الخمول، عن الكسل في طاعة الله، عن الشبهات، فضلا عن المحرمات. برامج طاهرة نظيفة نقية ليس فيها حظ للشيطان وموائده مما دخل في أنشطة المؤسسات حتى الإيمانية بدرجة وأخرى. كما هناك أجواء إيجابية مهيئة تساعد على الطاعة في هذا الشهر الكريم، وكما هناك مؤسسات إيمانية مخلصة تقوم بدور التهيئة ليس أمام شهر رمضان فقط، في كل يوم من أيام شهر رمضان، في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. هناك عوامل مضادة ومعادية وتخريبية صارفة عن طاعة الله معكرة لأجواء الطهر الإيماني في شهر رمضان، تحاول أن تستحوذ على عقلية الإنسان المسلم وتجتذبه إليها وتفسد عليه قلبه. برامج الله وما أكثرها، مجالس صغيرة، مسابقات صارفة عن الجانب الروحي، يقام له ويقع جوائز كبيرة تجعل لمسابقة تافهة ولمعرفة اسم مغنية أو واحد كافر أو إلى ما آخره، وخذ جائزة كريمة. ماذا فيها كرم؟ خذ جائزة كبيرة. الجدل بغير حق، دخولك في جدل مع صاحبك بغير حق، الإغلال في الجدل أيضا ماذا يعتبر عامل مضاد إلى تربية التقوى، إلى الإقبال على طاعة الله عز وجل، إلى التفاعل مع الطاعة حتى لو أقبلت عليها. قد أقبل على الطاعة لكن من غير تفاعل، من غير قدرة على ماذا؟ على التمثل، تمثل المادة اللي يقدمها الطاعة، المادة الروحية اللي يقدمها الطاعة. السهر الفارغ وموائده المادية المسرفة، أكلات من كل نوع وساعة ثلاث ساعات قهقهات وضحك هذا عامل مضاد، عامل مضاد. يسرق، لا يسرق من الوقت فقط، لا يسرق من وقت العبادة فقط، وإنما يسرق من روح ماذا؟ من روح الشهر، من صفاء الشهر، من استعداد الروح للاستفادة. البرامج الرياضية المكثفة في ليالي الشهر الكريم وهي ذات هدف معين معروف، انصرف عن المسجد، انصرف عن المأتم، انصرف عن مجالس الذكر، الساحة هذا تستقبلك بكل ترحاب. التفت، المقاهي موائدها وقهقهاتها، وحتى وإلى قرب الصباح وخذ تشتري السينمات إلى آخره. على كل حال، كما هناك أجواء مهيئة تساعد على طاعة الله وتحصيل التقوى، هناك أجواء تهدم التقوى، تصرف عن طاعة الله عز وجل، تسرق قلب الإنسان المسلم وتبعد به إلى ماذا؟ من ساحة الرحمن إلى ساحة الشيطان. كلنا يعرف أن الصوم يبتدئ من الجوع والعطش، يعني من الصبر على الجوع والعطش، من الاستعداد
للجوع والعطش، وهذه مرتبة من الصوم. معها يدخل فيها الكف عن عدد من المباحات كمقاربة الزوجة، كالاقتماس في الماء، هذا معروف أنه أدنى درجات الصوم، أدنى درجات الصوم. هذا فائدته إذا لم يحصل ما يفسده هو إسقاط التكليف، يعني لا تطالب بصوم هذا اليوم الذي كففت فيه عن مفطرات، لا تطالب بإعادة هذا بصوم هذا اليوم قضاء. حصلت منه شيء في الآخرة تحصل منه شيء، ولا شيء ذاك شيء أمر أخلاف غير القبول. عندنا صوم الجوارح، هذا صوم بطن فقط، صوم البطن. عندك يد، رجل، سمع، بصر، لمس، عندك هذه الجوارح لها صومها الخاص، صومها عن كل ما حرم الله عز وجل. كلمة غيبة أسمعها لم تصم أذني. مرأة أجنبية أتعمد النظر المحرم إليها لم يصم بصري. ألمس نعومة محرم علي لمسها لم تصم حاسة اللمس عندي. وهكذا هنا أوقف. عندنا الصوم عن مباحات، الصوم الذي يسقط به التكليف هو صوم عن مباحات وعن بعض المحرمات، مثل الكذب على الله ورسوله محرم، وهذا يجب الصوم عنه حتى يصح الصوم. لكن الصوم عن الأكل والشرب هو مباح، وهو مباح. عن الانغماس في الماء هو مباح. هذا الصوم مؤقت بشهر رمضان، وبما تصومه من ماذا؟ من صوم المندوب وصوم المندور إلى آخره. لكن هذا الصوم، عندنا صوم عن الغيبة، صوم في موسم معين في يوم معين، أو صوم واجب طول العمر. الصوم عن الأكل والشرب بياخذ أهمية عند الله عز وجل أكبر، وهو مباح، وهما مباحان، أكبر من أهمية الصوم عن الغيبة، عن الأضرار بالمسلمين، عن السعي في أي محرم. الغيبة لو اغتبت لا توجب عليك غيبتك للآخر أن تقضي اليوم الذي اغتبت فيه، لكن هذا لا. هنا ذنب كبير وصوم لا ينفع، سقط التكليف لكن صوم لا ينفع، سلب ثوابه، سلب ثوابه. فصوم الجوارح
عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة ثانية يقولون. هناك صوم القلوب عن التفكير في الذنب. عن التطلع للحرام. صوم عن الحسد. عن الحقد. عن الغش. صوم عن كل خاطرة يكرهها الله لقلب المؤمن. أي خاطرة. صوم عن الاشتغال بالتفكير المضر. صوم عن هيبة العباد. صوم عن إكبار النفس لمن لا يكبره الله. عن استصغار النفس لمن يكبره الله تبارك وتعالى. هذا صوم قلب وهو أعلى من الصوم مرتبة من المرتبتين السابقتين. شهر رمضان الكريم والقرآن والقرآن العظيم أمران قرنت بينهما العناية الإلهية. مو أنا ولا أنت. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر في شهر ليلة القدر خير من ألف شهر. باقي ليالي شهر رمضان لها فضل، لها وزن عند الله. بس الليلة بعد يعني ضف ألف شهر عمر. ألف شهر عمر ترى يمكن في حسابه ماري ما ذكرت. كنت حاسب قبل ما يطلع 60 سنة شيء ما أتذكر. ماري فوق 50 60 ما فوق عند 60 ما أذكر الحين. يعني عمر هو خير من ألف شهر مرة مرتين ما أدري. وبعد بقية الليالي كيف؟ هذه ليلة واحدة. فأضف فضل تلك الليالي إلى أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي. فهذا بعد فضل ثاني. فأضف في هذا الشهر هذا الشهر اختير لنزول شهر رمضان لنزول القرآن الكريم. القرآن الكريم يجد ربيعا له في شهر رمضان من الأجواء المهيئة إلهيا لانفتاح القلوب على الطاعة وعلى تلاوة القرآن الكريم. والكثير يجد من نفسه أن رغبته في قراءة القرآن في شهر رمضان تختلف عن رغبته في تلاوة القرآن في غير أيام هذا الشهر. القرآن يدفع بقوة في اتجاه هدف شهر رمضان وهو التقوى ويربي على التقوى. وكل آياته وكل مضامينه تأخذ بك إلى التقوى وتفتح لك الشهية الروحية والقلبية على موائد شهر رمضان المبارك. تعالوا كيف نتعامل مع القرآن يا إخوان حتى نعرف كيف نتعامل مع القرآن. لابد أن نعرف
ولو بشكل إجمالي، طبعا بصورة إجمالية وبصورة تفصيلية دقيقة علمية دارسة للقرآن. هذا خاص ماذا؟ خاص بمراتب، بنفر معين وعلى مراتب متفاوتة. اللي يعرف يقدر القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن يقارب رسول الله صلى الله عليه وآله. باقي ما يعرف من يقدر القرآن الكريم، لكن طبعا على مراتب، بعضهم يعرف على مراتب مختلفة. لا يعرف قيمة القرآن قيمة الحقيقية، ولكن يعرف قيمة القرآن تجعله ينشد إليه ولا يعطي كتابا آخر منزلة القرآن. هذا احنا كيف نعرف القرآن؟ أنا أريد أعرف قدر القرآن عشان أهتم به. إذا ما تعرف قدر الآخر تهتم به؟ ده القرآن كتاب ليس مثله كتاب. ليش؟ أعرف من رب العباد. وهل أتوقع كتابا من أحد بمرتبة دقة علمية نزاهة حقانية ضرورة الكتاب من عند الله؟ أتوقع كتاب آخر بها منزلة؟ فإذا ليس مثله كتاب. أنا أتعامل مع كتاب ليس مثله كتاب من هذه الجهة. حبيبي كل كتاب من مستوى كاتبه. يقولون لك هذا كتاب ألفه تلميذ ابتدائي، وهو في الطب، كتاب في الطب. ويقول لك هذا كتاب ألفه أكبر طبيب في العالم في الطب. وزنهما واحد عندك؟ طبعا لا. قبل أن تقرأ الكتابين، قبل أن تقرأ الكتابين تعرف وين الكتاب الأعلى والأحق بالقراءة والذي يقدم لك فوائد أكبر، فوائد أكبر. وهكذا في كل علم، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فلأن كل كتاب مستوى كاتبه، ونعرف أن القرآن قد نزله العزيز الحكيم العليم الخبير رب العباد، فلن أعطي كتابا آخر وزن هذا الكتاب. علم هذا الكتاب وهو من الله فوق كل علم، خالص من الجهل. أعرف أن هذا الكتاب أقدم على كتاب، أعرف أنه علم خالص من شائبة الجهل. كتاب كتبه فقيه كبير، لا أضمن أن ليس فيه ماذا؟ جهل من قصور دنية بشر. فيلس أعظم فيلسوف أحتمل فيه جهل، أعظم طبيب أحتمل فيه جهل. من الله لا أحتم فيه جهل. أنا مع كتاب خاص متميز. أهميته بلحاظ كونه خطابا من الخالق إلى المخلوقين. مهيمن هذا مو واحد ماذا مالك علاقة به، ما يهمك أمره، هذا من خالقك. إن عاديته ذهبت في الجحيم إلى الجحيم، إن لم تكترث في كتابه فقد أهنته، ومن أهان الله فلا يستطيع أن ماذا فلا يستطيع ما يترقب من عقوبة الله له. ما
من خالق لمخلوق، وأنا مخلوق لهذا الخالق، ويعلم عني ويعرف خصائصي وتكويني، ما يجهلني أبدا. هذا أيضا نقطة ثانية تخلي القرآن ذا أهمية كبيرة في نظري، حتى لو ماذا ما أعرف عن القرآن في مضامينه بالدقة. أيضا لحاظ آخر يعطي هذا الكتاب الكريم الوزن الذي ماذا الذي لا يملكه كتاب آخر، شنو؟ أنه يرتبط به مصير الإنسانية دنيا وآخرة. هذا مو إلى معالجة صحية، إذا أحملتها ماذا تأثرت صحتي، مو يتكلم لي عن ماذا. ونحن نكاد نكون في هذا العالم اليوم في هذه الحالة، العالم اليوم كله في ماذا، في خوف وارتجاف من بعضه البعض بالبعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب يرتبط بمصير الإنسانية يأخذ أهمية غير، يرتبط بمن يكون دخلي 1000 دينار أو 10,000 دينار، ذاك له أهمية، ذاك وين أهمية ذاك من أهمية هذا. أيضا يكتسب أهميته خاصة من كونه ملزما بما جاء به من عقيدة وأحكام ونظم تشريعية. القرآن ما يقول لي أنت على كيفك، من ناحية تكوينية يقول لي على كيفك، يعني تقدر، أعطيتك القوة ماذا تتمرد على القرآن أو تستجيب إلى القرآن، لكن من ناحية تشريعية، من ناحية أنه يجب عليك احترام أمر الله ونهيه، لا يجوز لك أن تخالف عقيدة من عقائد القرآن، ولا واجبا من واجباته، ولا محرما من محرماته، ولا نظاما تشريعيا من نظمه. كتاب ملزم، وإذا شيء ملزم مثل الشيء اللي أنا وياه في حر، أنت تطالبني بهذا ماذا؟ تعطيني أنت لك سيطرة عليه، وتعطيني كتاب وتقول لي اقرأ في يوم واحد، أو اقرأ لا بد أن تقرأ في مدة معينة، ومرة تقول لي كيف تقرأ ما تقرأ، التعامل ويا كتابك نفس التعامل؟ لا، إذا ملزمني بتحاسبني بكرة على قراءته. كتاب الله ما فيه من عقائد وما فيه من أحكام ملزمة أو غير ملزمة، أيضا يأخذ القرآن أهميته الخاصة. وأعرف أن أتعامل مع أي كتاب من كونه لا بديل له، وليس من المرتكب أن يكون له بديل على الإطلاق. ما في كتاب جديد بعد من عند الله عز وجل، هذا هو الكتاب الأخير من عند الله عز وجل، هذا هو الكتاب الأخير من عند الله، هذا آخر ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صورة ماذا؟ في صورة نص منصوص، نص مضبوط، ذن لم يترك فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يغير فيه كلمة ولا حرفا. هذا آخر كتاب، لا نبي بعده صلى الله عليه وآله، ولا كتاب بعد القرآن الكريم، هذا لا أهمية ولا أهمية، ما في جديد كتاب جديد في هذا العالم يطلع مثل القرآن الكريم، ما موجود. تلتفت من ناحية أخرى أن عظماء الأمة أكابر مفكريها فلاسفتها محسوب على الأمة الإسلامية مكاف، لم يكن لهم اهتمام بكتاب آخر كاهتمامهم بالقرآن العظيم. أنا اللي معروف شيء وأشوف العظماء كلهم عندهم هذا الاهتمام بالقرآن الكريم، أقرأ أهمية القرآن من هذا أو لا أقرأها، أعرف أن هذا الكتاب ليس مثله كتاب خوم،
موجود فلاسفة، موجود فقهاء، موجود أدباء، موجود 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 موجود. ويخرج الكتاب البشري للعالم العملاق، قد لا يقرأه الجميع، قد لا يقرأه جميع العظماء، وقد يقرأه بعض أهل هذا الاختصاص ولا يقرأه الاختصاصي الآخر. لا، فيلسوف المسلم، فقيه المسلم، العارف المسلم، السياسي المسلم إلى آخره من العظماء يجد أنه لا بد أن يقرأ القرآن الكريم، يتتلمذ عليه وأن يتتلمذ عليه. هذا كله يعطيني صورة عن ماذا؟ عن أهمية القرآن الكريم. وإذا عرفت أن القرآن أهمية ليست لكتاب آخر مهما رقى، ماذا لازم علي؟ أن أتلو القرآن، أن أتعب نفسي وأسهر من أجل معرفة القرآن. كيف نقرأ القرآن؟ القرآن يقرأ بثلاث قراءات: قراءة اللسان، قراءة اللسان وهي طريقية يعني مو الهدف، يعني الطريق للقراءة الأعمق، وهي قراءة طريقية ووسيلة لتوصلك الغاية. تأتي من فوق قراءة اللسان قراءة الفكر، فكرك يقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن بفكرك. وكلما جمعت من الفكر ما هو أرقى وما هو أصح، وكلما توفرت على خبرة أكبر، وكلما صدقت التفكير وكنت موضوعيا في تفكيرك، كلما كنت أليق بقراءة القرآن القراءة الفكرية المتفقهة التي تحاول أن تفهم كل ما تستطيع من مداليل القرآن وآياته. هذه القراءة، وهذه لا يكتفي فيها ماذا بتلاوة، تلونا القرآن جزئين كل ليلة، وتدارس. هذه القراءة تحتاج تدارس، تحتاج إلى استعداد علمي، أن أربي نفسي علميا، أن نربي أولادنا علميا، أن نربطهم بدراسات قرآنية، أن نكون حلقات قرآنية، أن نكون ماذا، أن دروسا قرآنية إلى آخره، حتى نقرأ القرآن قراءة الفكرية. والقرآن يا حبيبي يغير حياتنا لمجرد أن تلوناه. ما يسويش لمجرد تلاوته، لا يغير الحياة، لا يصوغ النفس، لا يوقظ الفكر. هاي قراءة ثانية، قراءة قلب وروح، قراءة قلب وروح. فكرك يحتاج إلى ماذا؟ يتطلع إلى أن يعرف الحقيقة الواقع، أن يعرف الحقائق والواقع. تعرف 2+2=4، فكرك يهتم بهذا، أن 2+2=4، أن المعادلة الرياضية حلها هكذا،
أن المرض الفلاني علاجه يتم بهذه الطريقة، أتعرف على ماذا؟ على الواقع وعلى الحق. هذا فكرة. أما القلب فيتطلع إلى ماذا؟ يتطلع إلى ما وراء الحقائق القريبة، إلى الارتباط بالحقيقة الكبرى، بسر هذا الكون، بسر هذا الكون. ويتطلب القلب أن ترق، أن تطهر مشاعره، وأن تصح طموحاته، وأن تصح اختياراته. إذا اختار اختار الصحيح ويرتبط، واللي يقول له الفكر أن هذا اختيار صحيح يمتلك القلب، يريد يمتلك القدرة على ماذا؟ على الأخذ بالصحيح، على الأخذ بالصحيح. فقد أعرف الصحيح، ولكن ليس القلب الطاهر النظيف القوي الذي يأخذ به أما عرفت صحته. بعد معرفتي للصحيح أحتاج إلى ما يدفعني للأخذ به، فسيجعلني أخذ بالصحيح. القلب يريد يشعر بأنك أنا كإنسان لي قيمة على الخط الصحيح، أنا على الخط الصحيح. القلب اللي يعبر المادة، عالم المادة، عالم الأرض والسماء، يعبر عالم الأرض والسماء المادي لمدبر خالق السماء والأرض ومدبرهما. والذي يريد أن يتعرف على صفات الجمال والكمال، هذا يهم أن يتعرف على الجمال والكمال، فتقرأ القرآن باحثا عن الجمال والكمال، تقرأه بقلبك. إذا قرأت القرآن تبحث فيه في آياته بين طياته عن صفات الجمال والكمال وما يجعلك كاملا وما يجعلك جميلا، ما يجعل نفسك طاهرة، ما يجعل نفسك راقية، ما يجعل نفسك مسرورة بماذا؟ بإنسانيته الكريمة، ما يجعلك في هذه الحياة واثقا، ما يجعلك ماذا؟ قويا في نفسك. إذا بحثت عن، إذا أقبلت على القرآن تبحث عن هذا، فلا بد أن تقبل عليه بقراءة من قلبك، لا بد أن تقرأه بقلبك وليس بفكرك فقط، وليس بفكرك. الفكر خليني أفهم ببرهان القرآني، أقام برهان على التوحيد، أقام برهان على العدل، أقام برهان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفهمنا. لكن ما يجعلني أتفاعل مع ماذا؟ مع مقتضى هذا البرهان، مع ما يستهدف هذا القرآن من زرع الجمال في روحي وفي نفسي والرقي بروحي، هذا يحتاج إلى قراءة روح وقلب، يحتاج. فأنا علي لأستفيد من القرآن، وهكذا جاء القرآن لأقرأه بلساني وأقرأه بفكري وأقرأه بقلبي وروحي وأقرأ بضميري الإنساني. شو وش يريد الضمير الإنساني؟ وش ريحة؟ ماذا يريح هذا الضمير؟ ماذا يؤنسه؟ ماذا يوحشه؟ على ما يقبل مما ينفر هذه القوة اللي عندك، سميها الضمير الإنساني، تقرأ بها القرآن الكريم. أخذت كثيرا، لا ما أخذت كثيرا.
عندي نقطة بسيطة، وهو أن شهر رمضان شديد الهادفية، كل الشهور كل العمر لابد أن يكون هادفا، وكل برامج الإسلامية هي هادفة لصناعة الروح، صناعة الإنسان داخل الإنسان، صناعة داخل الإنسان قبل خارجه، قبل خارجه، قبل أوضاع الاقتصادية. يهتم الإسلام كثيرا بوضعك الاقتصادي، وضعك الاجتماعي، وضعك السياسي، يهتم بكل هذا، وهو مخطط له وناجح في تخطيطه، لكن التركيز الأول على وين؟ على الداخل، صلاحك أولى من صلاح مالك، صلاحك أولى من صلاح بيتك، من صلاح سيارتك، من صلاح حقلك، زينتك الداخلية تسرك لو تسرك عند الالتفات أكثر من زينة مبناك يا أحمد، أكثر من زينة مبناك. فالمهم الداخل، شهر رمضان شديد الهادفية وهدف هذا، فما يكون عند المؤمن المسلم المؤمن في شهر رمضان هو أن يأتي سهره هادفا. ليش السهر؟ لازم التفت أنا السهر حين لماذا؟ وهذا السهر يصب في مصلحة الروح، في مصلحة بنائي أو في مصلحة هدمي الداخلي. آكل، آكل هادفا، لكن آكل هادفا. لماذا آكل؟ لينفخ بطني، لأبطش، ليجعلني الشبع لازما للفراش، أو أكل لأتقوى على طاعة الله، أكون هادفا. وهنا يتربى التقوى، وهنا يتربى التقوى. أنام ولكن أنام عبثا استرخاء، أنام لحاجة بدني للنوم، والله يريد صحتي لا يريد مرضي، وأنام لأتقوى على الصوم وعلى سائر الطاعات، لأستعيد نشاط البدن بما يجعلني أوظفه في طاعة الله تبارك وتعالى. نوم هادف، صمت هادف، نطق هادف، حركة هادفة، سكون هادف، كل شيء فيه هادف. استحضر الهدف، استحضر تقوى الله في كل صغير وكبير من ما تعمل أو تترك. أكتفي بهذا، أنا كان حسبي من حسابي أن أتكلم في بعض فقرات، ولو فقرة واحدة من فقرات دعاء بحمزة للثمالي عن زين عليه السلام، ولكن الوقت قد وصل، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.